تابعنا مع حضراتكم وقفات كتير برؤية بقى عسكرية وأبعاد استراتيجية مختلفة لسيناء 2018، لافتتاح سيادة الرئيس قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. تفاصيل أكتر هتكون معانا إن شاء الله سيادة اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. سيادة اللواء صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أخذ من سيادتك قراءة من وجهة نظر حضرتك ومن خبراتك الكتير في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيناء ومقر جديد لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وأيضا عملية التنمية الشاملة اللي بتنطلق إن شاء الله. طبعا ظهور السيد الرئيس بالزي الرسمي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ضوء الاهتمام اللي هو بيوليه لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب اللي بتنفذها قواتنا المسلحة والشرطة الوطنية، وبتقوم بها بدور وطني رائع سيذكره التاريخ، وبتستهدف فرض الأمن والاستقرار وإحباط المخططات العدائية اللي بتستهدف النيل من الأمن القومي المصري. ويشير الافتتاح المركز العمليات الدائم لمكافحة الإرهاب شرق القناة إلى حرص السيد الرئيس على تنفيذ وتفعيل إرادة الشعب المصري في تهيئة المناخ اللازم لتنفيذ خطة الدولة في تعمير وتنمية سيناء وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وفتح فرص عمل للشباب واستغلال موقع سيناء العبقري. سيناء في قلب الأرض بتطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس، موقع لا يتواجد في مكان آخر. لابد من تنفيذ خطة الدولة في فرض الأمن والاستقرار في سيناء وتنميتها بشكل سريع، زي ما سيادة الرئيس بدأ بالأنفاق اللي بتتفتح تحت قناة السويس لتسهيل الانتقال بين الدلتا وبين القناة، وجعل سيناء منطقة جذب سكاني والقضاء على الفراغ السكاني اللي كان بيهدد الأمن القومي لسنوات طويلة. تمام. أيضا بالزيارة دي تؤكد أن الحرب على الإرهاب مستمرة ولن تتوقف إلا بعد فرض الأمن تماما وفرض الاستقرار على كل شبر في سيناء، وسحق كل من يرفع راية العصيان المسلح على الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة. العملية مستمرة، والزيارة دي ومركز العمليات الدائم ده يشير إلى أن لا تراجع ولا هوادة ولا رحمة بكل من يحاول النيل من أمننا القومي ومن أمن الشعب المصري. سيادة اللواء، بالنسبة لسيادتك، وخليني أشوف معاك رمزية الربط في النقطة الخاصة بإطلاق عملية التنمية الشاملة وفي نفس الوقت مد عملية سيناء 2018. التنمية الشاملة بقى خطة استراتيجية للدولة لملء الفراغ السكاني واستغلال الموقع العبقري لسيناء، ويمكن المنطقة الاقتصادية لإقليم القناة اللي بقى بيتم العمل فيها على قدم وساق وجهود رائعة بتبذل، وهناك بالفعل تعاقدات مع شركات أجنبية للاستثمار في إقليم القناة. هناك 4 مواني بيتم تنميتها في إقليم القناة. الكلام ده الأنفاق اللي اتعملت تحت المجرى الملاحي لقناة السويس بأيادي مصرية وخبرة مصرية دي بتفتح آفاق جديدة للجذب السكاني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بتفتح فرصة للازدهار والتقدم. ممكن تكون سيناء دي قاطرة الازدهار والتقدم في مصرها الغالية إن شاء الله. إسقاطها مع مد عملية سيناء 2018 يا فندم. عملية سيناء 2018 هي بدأت خلال، يعني سيادة الرئيس وجه ان خلال 6 شهور تبدأ تنفيذ هذه الخطة، وبالفعل تمت خلال ال3 شهور البدء فيها، وستستمر الى ان يتم الانتهاء دون تراجع ودون رحمة لكل من يخون الشعب المصري، كل من يحاول ان يمس الامن القومي، كل من يحاول تركيع مصر او المساس بقوه الشعب المصري. الارهاب، احنا دقنا زرعا من الارهاب، والشعب المصري كله بكامله يقف في تماسك ووحده وطنيه خلف القيادات السياسيه وخلف القوات المسلحه والشرطه للقضاء على قوى الارهاب وسحقها تماما. لا مكان لهم في مصر اطلاقا، ومصر عصيه ومصر قويه باراده شعبها وتماسكه.
افهم من كلام سيادتك ان القياده السياسيه اطمأنت الى ان سيناء 2018 حققت الكثير من الاهداف فبدات اطلاق عمليه التنميه الشامله؟ العملية الشاملة كانت عملية ناجحة وناجزة، وأسفرت عن النتائج اللي احنا بنشوفها. شاركت فيها كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، من قوات جوية وبحرية وقوات مشاة وقوات خاصة. الشرطة المدنية قامت بدور في تحديد مواقع تحركات العناصر الإرهابية، كانت ملحمة تعتبر التاريخ هيذكرها فيما بعد. والعملية دي أنجزت العديد من الإيجابيات، سيكون لها مردود تماما في الفترة القريبة في تهيئة المناخ أمام تحرك عجلة الاستثمار والتنمية في سيناء، وجعلها منطقة جذب سكاني إن شاء الله. بشكر سيادتك، شكرا جزيلا. سيادة اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. واحنا بنتكلم بقى عن سيناء